عليكم مشاهدينا، وإن شاء الله مستمرين معكم بحلقتنا لهذا اليوم. ولدينا في حلقتنا لهذا اليوم إحصائيات، هذه التغطية بما يخص إحصائيات بلدية كربلاء المقدسة اللي خدمت في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. لا، هي مو بالإحصائية بالشكل المضبوط. نعم أكيد، يعني نوعا ما أنه شيء مقارب لهذا الأمر وهذه الخدمة اللي كانت مكثفة على طول زيارة 40. احنا كلنا شفنا أيام زيارة 40، ومن بعدها لما التقينا بالسيد حسن الشريفي مدير بلدية كربلاء، نعم، تحدث لنا عن الإحصائيات، الخدمة اللي قدمتها مديرية بلدية كربلاء، وأيضا الجهات اللي قدمت لها الإسناد من بقية المحافظات. لكن كان أكو فئة يعني احنا ركزنا عليها، وايضا المشاهدين يمكن الكل صار بمعلومهم، انه مجموعه الشباب اللي كانوا عاملين في بلديه كربلاء واللي انهكهم التعب. شفتيهم شلون كانوا من التعب؟ نعم، مالتهم اكو صور كثيرة على الرصيف. نعم، على الارصفه، صحيح. بلي، فكادر صباح كربلاء طبعا توجه لهم وعمل معهم لقاءات وتغطية حول مشاعرهم، ويعني طرح عليهم أسئلة خاصة بموضوع الخدمة في زيارة 40. لذلك خلينا نشوفهم وياكم سويا، ونتعرف أيضا على مشاعرهم، وأيضا نستمع إلى تعليقاتهم حول الأسئلة اللي طرحها عليهم الزميل محمد العطار. خلينا نتابع وياكم سويا. خدمة ذلة وبس لك تحلى الخدامة، والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ. تحية طيبة مشاهدينا ومشاهدين قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم بكل خير، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء، والتي سنسلط الضوء فيها على فرسان غير مرئية لدى أغلب الناس، لكن أثرهم واضح في حياة كل الناس. مهندسو النظافة الذين عملوا بجهود جبارة وكبيرة خلال زيارة 40، ابقوا معنا وهذه الجولة. يعوف عشقه يجيب من حلق السابع يا حسين حقه، اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين عليهم السلام. حقيقة شعور يعني كلش جيد من خلال المواكب والزيارة والمليونية. حقيقة نفتخر بخدمة الإمام الحسين وأهالي كربلاء وجميع الوفود اللي وفدت لنا من الدول العربية والأجنبية، والخدمة مستمرة إن شاء الله. والله أوصل رسالة لأهالي مدينة كربلاء، أولا التعاون كان جيد من عندهم، ونريد الأكثر والأكثر بعد، وخاصة الزوار هم قدموا خدمة، هم وأهل المواكب، لكن نطلب الأكثر التعاون ويانا والإيجابية. والعمل كان متواصل مالتنا مثل الشفتات، يبدا الشفت الصباحي من 6 للساعة بالثنتين، من 2 للتسعة، من 9 للخمسة للأربعة صباحا. بيها معنى وبيها حكمة وبيها غاية، الفرات الماضي قد يا حسين مايا ذليلك. والله كان عملنا شوية متعب ومشق، ولكن الحمد لله والشكر جاهدنا واشتغلنا وعملنا كل جهد، بجهود العمال، بجهود مسؤولين القواطع، بجهود كل القواطع البلدية، الحمد لله. الشعور اللي تحسه من زوار عبد الله الحسين؟ شعور ما بعده شعور، كنا تعب، كنا يعني ملل، لكن ما بعده شعور، فرحنا وسعدنا بزوار عبد الله الحسين. ليلي ونهاري اللي يحبك ما طفت يا حسين. يعني يشكرون عليها ما قصروا ويانا يعني كلش، والله العظيم يعني ما ليل نهار سهر يعني ما قصروا يعني، ولا مشكورين جدا جدا جدا. ان شاء الله النظافه موجوده والخدمه موجوده والتعاون موجود، وان شاء الله ان شاء الله في ميزان اعمالهم ان شاء الله موفقين لهم، للسيد المحافظ والمدير بلديه كربلاء المقدسه. يا سلطان القالب اسمع قراره، أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين. ما صار من أول يعني أبد والله ما ننسى في زيارة الإمام الحسين، وخدمة إن شاء الله يعني نعودها مرة ثانية إن شاء الله، والتعاون ويانا يعني لأهل المواكب والخدم يعني لزوار الإمام الحسين. باشرنا يعني احنا باشرنا من 6 الصبح لحد يعني 5 الصبح، 3 شفتات صباحي مسائي ليلي.
وان شاء الله يعني نريد بعد اكثر يعني من الزوار. كل الاحترام والحب والتقدير لهؤلاء المهندسين ولدورهم الكبير في نظافة مدينة الإمام الحسين عليهم السلام، فهم يعملون ليلا ونهارا من أجل إظهار الوجه الجميل لمدينة كربلاء المقدسة، ومن هنا نوجه لهم كلمة شكر وتقدير وعرفان لجهودهم المبذولة خلال زيارة الأربعين. إلى هنا وإياكم وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في جولات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو. دمتم في أمان الله وحفظه.